نواصل اليوم ما ابتدأناه في المحاضرات السابقة، وهذه هي آخر نظرية في هذا الشابتر إن شاء الله تبارك وتعالى. نص النظرية كالتالي، بدنا نأخذ الإفت عبارة عن fields، الـ P of X polynomial في capital F of X، the principle ideal generated by P of X is maximal ideal في capital F of X if and only if الـ P of X عبارة عن irreducible على مين؟ على F. إذا البرهان بده يصير في اتجاهين بسبب وجود الـ F and only F. الآن بناخذ الاتجاه الأول، وبعد أن ننتهي منه ننتقل إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول بدي أفترض أن الـ P of X موجودة في capital F of X، والـ P of X هو عبارة عن maximal ideal. يبقى let الـ P of X موجودة في capital F of X such that، بحيث أن الـ P of X the principle ideal generated by P of X is a maximal ideal in capital F of X. قبل ما أكمل أروح لـ P of X is irreducible، بدي أسأل السؤال التالي. أنا قايل إنه الـ P of X is a maximal ideal في capital F of X. السؤال هو هل ممكن الـ P of X تكون constant؟ لا، فيش إمكانية. السبب إنه إذا كانت P of X عبارة عن constant، يبقى الـ principle ideal generated by X يا إما زيرو فقط يا إما كل كابتل F of X. ليش؟ إنه constant polynomial any constant any non-zero constant polynomial is a unit، وما دام unit بدي يجيب لي مين؟ كل عناصر اللي هو الكابتل F of X. والسؤال هو هل الكابتل F of X is maximal؟ لا، لأنه يتناقض مع مين؟ مع البروبر. Any prime ideal أو maximal ideal is a proper. يبقى لا يمكن للـ P of X تبقى constant polynomial. خلينا نكتب المعلومة هذه مشان تلزق في دماغنا، لأنه ربما تلزم وإحنا بنشتغل. يبقى P of X is maximal ideal. هنا بنكتب note that، لاحظي إنه الـ P of X is non-constant polynomial. شو السبب؟ Because if الـ P of X is constant then الكابيتال P of X البرنسبل هذا بده يساوي زيرو، or الـ P of X is a unit، وهذه بدها تخلي لي البرنسبل ideal generated by P of X بده يساوي كابيتال F of X، and neither is zero nor capital F of X is maximal. لا هذا maximal ولا هذا maximal. إذا ضروري الـ P of X ما تكونش constant، تمام؟ بتبقى polynomial لكنها ليست constant. الآن هذه بس مجرد ملاحظة كأنها جملة اعتراضية، وبدنا نيجي ايش؟ بدنا نثبت ان الـ P of X is irreducible. يبقى الآن بقول له now want to show that ان الـ P of X
is irreducible over F. الشابتر هذا كل البراهين كانت بالكونتراديكشن وما حدش احسن من حد وهذه تلحقهم كمان يبقى حقول له اسيوم نوت يبقى هنا حقول له اسيوم ان البي اوف اكس از ريديوسبل تمام يبقى ريديوسبل اوفر اف طب ايش اللي بده يحصل؟ يبقى ذن ال P of X هذه حتساوي ال G of X ال H of X where؟ حيث ال G of X وال H of X موجودات وين؟ في capital F of X and R of lower degree. ايش يعني lower degree؟ يعني درجة كل واحدة فيهم من G و H أقل من درجة مين؟ ال P of X. ممتاز جدا. يبقى الآن صار عندنا ايش يا بنات؟ صار عندنا P of X يساوي حاصل ضرب 2 polynomials. تمام؟ ليش؟ إنه الـ P of X ليست constant polynomial، إذا كتبناها على حاصل الضرب وكل واحدة فيهم درجتها أقل من درجة مين؟ أقل من درجة الـ P of X. طيب، بدي أكتب هالجملة هذه وشوفوها لي صح ولا غلط. أنا أزعم الآن إنه الـ principal ideal generated by P of X هو subset من the principal ideal generated by G of X هذه أقل من أو subset من اللي هو capital F of X. طب نمشي واحدة واحدة. غطيت هذه. هذه صحيحة؟ هذا ما حد يشيل عليها اعتراض. تمام؟ طيب ضلت هذه. هل الـ principal ideal generated by P of X subset من الـ G of X طبقا لهذه المعادلة؟ في شكك؟ طيب سنزيل الشك، سنزيل الشك. مين subset من الثانية؟ 2 زد والله 4 زد. 4 زد subset تمام؟ اللي هي مين؟ 4 زد أصغر من 2 زد والله أكبر أصغر تمام؟ يبقى 2 زد هي الرقم تبعها صغير بس 4 زد رقمها أكبر يبقى صارت مين؟ صارت 4 زد هي سبست من مين؟ من 2 زد رغم إنه 4 أكبر من مين؟ أكبر من 2 على طول هذه ممكن أن نفهم إنه الـ P of X الـ principal ideal أصغر من الـ principal ideal generated by اللي هو G of X أي واحدة الثانية والـ P of X maximal ولا لا؟ maximal أيوة تمام طيب الآن صاروا هذول اثنين subset من بعض هذه سبست من هذه وهذه سبست من هذه تمام بدالي الآن أخذ كل واحدة منهم أنا إيش فارض؟ فارض إنه الـ principal ideal general by P of X is a maximal ideal وكتبناها هي مدام maximal لو عندي العبارة هذه يبقى يا إما هذه تساوي هذه أو هذه تساوي هذه صح؟ يبقى باجي بقول له بما أن يبقى since the principal ideal generated by P of X is maximal we have أحد أمرين الأمر الأول يا إما
البرنسبل اي دي جنريتد باي بي اوف اكس بتساوي البرنسبل اي دي جنريتد باي جي اوف اكس اور البرنسبل اي دي جنريتد باي جي اوف اكس بتساوي كابيتال اف اوف اكس كلها. طب بتاخذ كل حالة منهم وشوف ايش بدها تعطيني. الان لو كان اف اللي هو البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس بده يساوي البرنسبل ايديل جنريتد باي جي اوف اكس، ما هي العلاقة بين درجة البي ودرجة الجي؟ يبقى ذن اللي هو درجة البي اوف اكس بدها تساوي درجة المين الجي اوف اكس. تمام، لسه بدنا نجيب الباقي، لسه في احتمال ثاني. يعني انت بدك تنفي الاحتمالين، مش تنفي واحد والثاني لا، لانه احنا بنقول يا اما هذا يا اما هذا في التساوي. إذا بدنا نروح للحالة الثانية، يبقى باجي بقول له هنا اف البرنسبل ايديل جنريتد باي جي اوف اكس بده يساوي كابيتال اف اوف اكس. ذن حدا فيكم بتقدر تقول لي يبقى جي اوف اكس شو درجتها؟ كونستان صحيح. يبقى الجي اوف اكس بدها تكون كونستانت، لان هذه كل الفيلد اللي عندنا كونستانت يعني يونت صح؟ يبقى ما دام يونت يبقى هي من الدرجه الصفريه، حتكون على طول الخط. يبقى ذن الديجري للجي بده يساوي زيرو. يعني هذا يا بنات مش ممكن البرنسبل ايديل جنريتد باي جي اوف اكس يساوي الاف اوف اكس الا اذا كان الجي اوف اكس از كونستانت. ما دام كونستانت يبقى يونت. تمام، ما دام كونستانت اذا الديجري تبعته تساوي زيرو. طب ما دام الديجري تبعته تساوي زيرو، ايش بضل عندنا؟ بصير عندنا الديجري الديجري لمين؟ للجي اوف اكس بدها تساوي الديجري. ابصر لمين؟ الديجري لجي تساوي زيرو. يبقى ايش بضل عندنا؟ الديجري لبي بدها تساوي الديجري لجي كمان. والله ايش احنا اخذناها هذه في الاول، بدنا نجيب الثانية. الديجري لجي بدها تساوي الديجري لاتش. بس خلي استنى شوية، واحدة واحدة. الحين احنا اخذنا الحالة الأولى البرنسبل ايديل يساوي اذا الديجري للبي بده يساوي الديجري لجي. الحالة الثانية صارت الديجري لجي زيرو، يبقى الجي هذه صارت كونستانت، يبقى بصير الديجري لبي تساوي مين؟ الديجري لاتش. يبقى الديجري لبي، الديجري لبي لبي اوف اكس بده يساوي الديجري لاتش. تمام، طب تطلعي لي للاثنين مع بعض، هذا كونتراديكشن ولا لا؟ هذه قال لي الديجري لبي هي الديجري لجي، وهذا قال لي الديجري لبي هي الديجري لاتش، والديجري لبي واتش ار اوف لور ديجري ذان البي اوف اكس. تناقض ولا لا؟ يعني على كلا الحالتين صار عندي ايش؟ صار عندي تناقض. يبقى هذا كونتراديكشن. ولا كونتراديكتس، خليني اوضحه، كونتراديكتس ذات ان الجي اوف اكس ان الاتش اوف اكس ار اوف lower degree than the P of X. تمام؟ أيوه، طلع لما قلنا هنا قلنا where التنتين are of lower degree.
طلعوا الضريتين زي بعض يبقى هذا التناقض. ما الذي جاء بهذا التناقض؟ الفرد الخاطئ. ما هو الفرد الخاطئ؟ إن فرضت إنه الـ P of X is reducible. بعد السطر اللي هي هذا فرضنا إنه الـ P of X is reducible، يبقى هذا الفرض الخاطئ. إذا وصلنا إلى هنا يبقى باجي بقول له thus، وهكذا الـ P of X is irreducible over اللي هو الاف. نمشي الاتجاه المعاكس، يبقى conversely assume that ان ال P of X is irreducible over f. ايش بدنا نثبت؟ انه البرنسبل هذه الجنريتد باي بي اوف اكس از ماكسيمال. يبقى هنا ونت تو شو ذات، بدنا نحاول نثبت انه البرنسبل ايدي الجنريتد باي بي اوف اكس از ماكسيمال. طيب كيف كنا بنثبت الايديل عبارة عن ماكسيمم؟ بطريقتين، النظرية والتعريف. مظبوط. لو قدرنا نثبت انه الفاكتور رينج عبارة عن فيلد، يبقى البرنسبل ايديل اللي نتج منها هو ماكسيمم، يا اما التعريف. طيب نروح ناخذ التعريف. يبقى الان بدي اجي اقول له let الاي بي ان ايديل ان اللي هو ميم ان الكابيتال اف اوف اكس such that، وبحيث ان البي اوف اكس البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس سبست من اي، واي في الحقيقه سبست من مين؟ من كابيتال اف اوف اكس. افترض انه عندي ايديل اي بحيث البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس بسبست من اي، واي سبست من كابيتال اف اوف اكس. يبقى مطلوب منا نثبت انه البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس هو اي او الاي يساوي الفيل. مظبوط. ان اثبتنا ذلك بصير الاي از ماكسيمم. السؤال هو الاف عبارة عن ايش؟ فيلد. هي في راس المسألة، الاف عبارة عن فيلد. ما دام فيلد، اني ايديل في هذا الفيلد عبارة عن ايش؟ برنسبل ايديل. خدناها نظرية قبل ذلك. اذا الاف هي عبارة عن فيلد، يبقى اي ايديل عبارة عن برنسبل ايديل. يبقى باجي بقول له هنا سينس الاف از اي فيلد، يبقى اني ايديل ان الاف از برنسبل. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا معناه انه الاي اللي عندنا هي برنسبل ايديل جنريتد باي جي اوف اكس for some g of x اللي موجودة في capital F of x. مظبوط. نظرا لأنه ال F عبارة عن field، يبقى أي ideal is a principle. ليش؟ لأنه الفيلد عبارة عن principle ideal domain. تمام. يبقى الايديل هذا سيولد ببولونوميال، ولتكن على سبيل المثال جي اوف اكس. اذا هذه بقدر اصيغها صياغه جديده. يبقى هذا بده يعطينا انه البرنسبل ايديل
generated by P of X subset من the principal ideal generated by G of X subset من capital F of X. طيب تعال نشوف الآن إيش اللي بده يحصل. إحنا إيش اللي بدنا نثبته؟ بدنا نثبت إنه الايديل is maximum. يعني بدي أثبت إنه اثنين هذول بيتساووا أو اثنين هذول بيتساووا. تمام. نيجي للحالة الأولى. الآن بدي أثبت إنه اثنين هذول بيتساووا إن أمكن ذلك. تمام. طب إحنا في حاجة كتبناها وما استفدناش منها؟ أخذنا إنه الـ P of X is irreducible. حتى الآن لم نستفد منها شيئا. مظبوط؟ طيب هذه نرجع لقبل شوية. إيش اللي أخذناه قبل شوية؟ أخذنا شيء؟ لا ما اخذناش. اثبتنا بس الاتجاهين الاول. طيب يبقى الاف اوف اكس اللي عندنا هذه از ريديوسبل. وين بتلزم؟ بدي اياها. طيب نرجع الان البي اوف اكس ها سبست من هذه. بستفيد منها شغله. ما هي الشغله هذه؟ البي اوف اكس موجوده في البرنسبل ايديال جنريتد باي بي اوف اكس. حدا بيقدر ينكر هذا؟ لا. طيب هذه سبست من هذه، هذا معناته انه البي اوف اكس موجوده في البرنسبل ايديال جنريتد باي جي اوف اكس، صحيح ولا لا؟ طيب هذا معناه انه البي اوف اكس شو شكل العنصر هنا؟ جيوبكس مضروب في بولونوميال ثاني حسب تعريف البرنسبل ايدي. مظبوط. يبقى هذا الجيوبكس بده يساوي الجيوبكس في اتش اوف اكس فور او بلاش فور، والاتش اوف اكس هذه موجوده في كابيتال اف اوف اكس. أجل فرض إنه هذه الريديوسبل إلا وطلعت فيك تناقض؟ لا مش تناقض. أيوة هذا اللي بدنا نوصل له. يبقى هذا الكلام صحيح في حالة واحدة، إنه ممكن تكون الجيوبكس كونستانت أو الإتش إز كونستانت، صح ولا لا؟ يبقى هذا بجي بقول سينس بما ان ال P of X is irreducible over if we have ان ال G of X constant او ال H of X constant. We have ان ال G of X is constant or an H of X is constant. تمام؟ الآن نمسك الحالة الأولى. لو كانت ال G of X is constant. لو كانت ال G of X ممتاز جدا. لو كانت الجي اوف اكس كونستان يبقى هذا معناه انه البرنسبل ايديل جنريتد باي جي اوف اكس بده يساوي كابيتال اف اوف اكس كله، صح؟ لانه يونت. مظبوط. يبقى هذا هجيب لي كابيتال اف. ناخذ الحاله الثانيه. الحاله الثانيه لو كانت الاتش اوف اكس از constant يبقى is constant. then طلع لي ال h of x constant. يبقى ايش بضل عندنا؟ the principal ideal generated by p of x هو the principal ideal generated by g of x لان هذا constant مش حيعرف. يبقى then the principal ideal generated by P of X
هو the principle ideal generated by G of X. إيش معنى هذا الكلام؟ P of X maximum. يبقى من الاثنين هذول بستنتج the principle ideal generated by P of X ماله is maximum. وهو المطلوب. خلينا نرجع لك النظرية مرة ثانية بس على السريع مشان نثبت المعلومة، لأن دوخناكم شوية. يبقى ركز معاي حتى ترسخ النظرية. النظرية بقول لي خذ اف في وخذ بي اوف اكس في كابيتال اف اوف اكس. يبقى البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس عبارة عن ماكسيمال ايديل اف اند اونلي اف البي اوف اكس از ريديوسبل. بدمش الاتجاهين، ماخذ بي اوف اكس موجوده في كابيتال اف اوف اكس بحيث الكابيتال بي اوف اكس از ماكسيمال ايديل. هذا الكلام صحيح لو كانت البي اوف اكس لا تساوي كونستانت، لانه لو كانت البي اوف اكس كونستانت يبقى هذا بده يعطيني احد امرين، يا اما زيرو ايديل يا اما الفيلد نفسه، وعلى كلا الامرين مشي بروبر وبالتالي ما هواش ماكسيمال. اذا لازم تكون بولونوميال وليس كونستان. تمام. نيجي الان فرضت ان البي اوف اكس از ماكسيمال، كويس. بدنا نحاول نثبت انه البي اوف اكس از ريديوسبل. One to show is irreducible. بدي أبرهن بالتناقض. قلنا افرض الكلام مش صحيح. مش صحيح يعني إيش؟ يعني reducible. مدام reducible إذا بقدر أكتبه على شكل حاصل ضرب two polynomials of lower degree. الدرجة تبعتهم أقل في نفس الفيلد اللي هو capital F of X. طيب الآن الأيديل اللي عندنا سبست من الايديل سبست من الفيلد الاصلي او من الرينج الاصلي. الان هذا ماكسيمم، ما دام ماكسيمم يبقى يا هذول الاثنين بتساوي يا الاثنين هذول بتساوي، هي التساوي او هذا ناخذ التساوي الاول. ان طلعوا اثنين هذول بتساوي يبقى اثنين نفس الدرجه، يبقى صارت الدجري تبعت الفي تساوي الدجري تبعت الجي. لو كان الجي اوف اكس بدي نسوي كابيتال اف اوف اكس يبقى الدجري لجي زيرو لانه بصير كونستنت وبالتالي بده يولد لي جميع عناصر الفيل. اذا الدجري بده يساوي زيرو هذا مع الدجري لفي بده يساوي مين؟ الدجري لاتش. يبقى صار عندنا الدجري لفي تساوي الدجري لجي، وهذا مش صحيح لانه يناقض اللور ديجري، او الديجري لفي بده يساوي الديجري لاتش وهذا كمان يناقض اللور ديجري، وصار كونتراديكشن. يبقى فرض اللي فرضته غلط وعكسه هو الصح، يبقى صار الفي اوف اكس از ريديوسبل. على نمشي العكس، نفترض ان الفي اوف اكس ريديوسبل ريديوسبل على مين؟ على اكس. لنثبت ان البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس از ماكسيمم. مشان ماكسيمم قدامنا طريقين، اخترنا طريق التعريف ولم نختر طريق النظريه. قلنا افترض انه عندي ايديل اي موجود في كابيتال اف اوف اكس بحيث البي اوف اكس البرنسبل ايديل سبست من اي سبست من الفيلد كابيتال اف اوف اكس. الاف اوف اكس عباره عن فيلد، يبقى هو عباره عن برنسبل ايديل دومين، يبقى كل ايديل فيه از برنسبل. تمام. ما دام كل ايديل فيه از برنسبل يبقى هذه بدي اروح اكتبها على الشكل اللي عندنا هذا بهذا الشكل. طيب بالدليل الاول البي اوف اكس موجود في الايديل هذا سبست من هذا، اذا البي اوف اكس موجود هنا. ما دام موجود هنا اذا بقدر اكتب على حاصل ضرب جي اوف اكس في بولونوميال اخرى، صار حاصل ضرب تو بولونوميال زي ما انتم شايفين. لكن احنا فرضنا الاساسي انه البي اوف اكس از ايريديوسبل،
يبقى هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان أحدهما بمقدار ثابت. يبقى يا إما الـ G of X مقدار ثابت يا إما الـ H of X مقدار ثابت. بدي أخذ كل من الحالتين ونشوف شو نستفيد منه. فباجي بقول لو كانت الـ G constant يبقى بدها تصير يونيت، يعني بدها تجيب لي الفيلد كله. الحالة الثانية لو كانت الـ H كونستان بظل البولونوميا اللي فيه هي البولونوميا هي البولونوميا تبعت الـ G. يبقى هذا وهذا ايش معناه؟ معناته الـ P is maximal. طيب هذه هي النظرية. الآن على هذه النظرية في تو إكرولاريز، واحدة بسيطة على السريع واحدة أطول شوي. نجي للكرولري الأولى. الكرولري بتقول ما هي لات ال F B A field and the P of X is irreducible. Is irreducible polynomial. Over F. Then capital F of X modulo principal ideal generated by P of X is a field. The proof. مرة ثانية الـ F field أخذنا polynomial الـ polynomial irreducible على F، يبقى الـ factor ring أو الـ factor field صار عندنا هذا، بدنا نثبت إنه عبارة عن field. بسيطة جدا، البرهان بدي آخذ من الفرض وأبدأ. يبقى بدي أجي أقول له assume افترض إنه الـ P of X is irreducible polynomial over capital F. طبقا للنظرية هذا maximum. يبقى باجي بقول له by the above theorem بالنظرية أعلى الـ P of X أو الـ principal ideal generated by P of X is maximal. خدنا نظرية سابقة، لو عندي field وعندي maximal ideal يبقى الـ factor field الـ factor بصير إيش؟ بصير field. يبقى هنا برضو by a previous theorem. متذكرين هذا يا بنات ولا لا؟ لما كان برايم، لما كان برايم بصير انتجرال دومين، لما كان ماكسيمال بصير فيل. يبقى باي بريفيوس ثيرم كابيتال اف اوف اكس موديول البرنسبل ايديال جنريتد باي اكس از ا فيل. طيب خلي هالمعلومة عندك، لازم لي أرجع لها بعد قليل. كرولر اثنين، النتيجة رقم اثنين، النص تبعها كالتالي. بقول ليت الـ F B A فين؟ ليت كابيتال F B A field and let the P of X والA of X والB of X
موجودة في كابتل F of X. F ال P of X is irreducible, is irreducible over F over F and ال P of X divide ال A of X في ال B of X, then ال P of X divide ال A of X or ال P of X divide ال B of X. طيب الفعل نرجع للنص مرة ثانية. إف فيل أخذت 3 polynomials موجودات في الكابيتال إف أوف إكس, عندي معلومتين. المعلومة الأولى إنه البي أوف إكس إز ريديوسبل على إف. المعلومة الثانية بي أوف إكس تقسم حاصل ضربهما إن حدث ذلك. يبقى البولينوميال الأولى بتقسم البولينوميال الثانية, أو البولينوميال الأولى بتقسم مين؟ البي أوف إكس. تقسمها بدون باقي يعني. يعني لو قسمنا بي اوف لو قسمنا اي اوف اكس على بي اوف اكس تنتهي القسمه بدون باقي. طيب نيجي للبرهان اللي عندي. يبقى بدي افترض انه البي اوف اكس از ريديوسبل على اف. يبقى اسيوم ذات انه البي اوف اكس از irreducible over F. من النظرية ايش بنستنتج؟ ان ال P of X is maximal ID. يبقى بقول له هنا by the above theorem ال ID اللي عندنا هذا ها is maximum. طيب الكرولر اللي فوق هذه فيل يبقى باي كرولري 1 كابيتال اف اوف اكس موديولر برنسبل اي دي جنريتد باي بيوك از اي فيل. طب بينفع يكون انتجرال دومين؟ اه لانه انا في نزل انتجرال دومين. يبقى هذا بده يعطينا انه كابيتال اف اوف اكس موديول البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس از ان انتجرال دومين. تمام. طيب سمعتوا بالنيتشر الهوموورفيزم؟ الهوموورفيزم الطبيعي وهي من الرينج للرينج موديولو ايديل, صحيح ولا لا؟ يبقى هنا ديفايد ذا نيتشرال هوموورفيزم فاي من اللي هو كابيتال اف اوف اكس الى كابيتال اف اوف اكس موديولو لبرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس باي شو شكل المعادله فاي لما تاثر على الاليمنت اف اوف اكس اللي موجوده في كابيتال اف اوف اكس
بده يعطينا الـ f of x itself زائد الـ principle ideal generated by p of x. حتى الآن كل الشغل اللي اشتغلناه بمعلومة واحدة، المعلومة الثانية لسه ما مسكناهاش. مظبوط؟ طيب بدي أجي أقول since بما أن الـ p of x بتقسم الـ a of x في الـ b of x، we have إنه الـ a of x في الـ b of x يساوي الـ p of x في function تانية، ولتكن g of x for some g of x اللي موجودة في capital F of x. نظرا لأن الـ P of X بتقسم حاصل الضرب، إذا حاصل الضرب بيساوي الـ P of X في بولونوميال تاني. السؤال هو هذه وين موجودة يا بناء؟ البرنسبل ايديل حسب التعريف، يبقى معناته هذه موجودة في البرنسبل ايديل. مظبوط؟ يبقى هنا الآن الـ A of X في الـ B of X يساوي الـ P of X في الـ G of X موجودة في الـ Principle Ideal Generated by P of X. ليش؟ لأنه هذا تعريف لـ Principle Ideal، معناته صار الـ A في B موجود في الـ Principle، يبقى هذا معناته أنه الـ A of X في الـ B of X موجود في الـ Principle Ideal Generated by P of X. طيب لو جت للهوموورفيزم فاي اوف اي اكس بي اكس حسب الديفينيشن اللي احنا جايبينه فوق، بده يساوي اي اوف اكس في البي اوف اكس زائد البرنسبل ايديل جنريتد باي بي اوف اكس. اكيد. طيب هذا وين موجود؟ يبقى هذا كله قديش بده يساوي؟ بده يساوي اللي هو الـ principle ideal generated by P of X. مش هذا هو الزيرو element في الفاكتور اللي عند هذا؟ صح ولا لا؟ P of X هو الزيرو element في الفاكتور فيلد اللي عندنا. طيب لو جيت أخذت الـ phi of A of X في الفاي اوف البي اوف اكس حسب التعريف اللي فوق، بده يساوي الاي اوف اكس زائد البرنسبل ايديل جينيريتد باي بي اوف اكس في البي اوف اكس زائد البرنسبل ايديل جينيريتد باي بي اوف اكس طبقا لحاصل ضرب الليفت كوسيتس. هذا الكلام شو بده يساوي؟ الـ A of X في الـ B of X زائد الـ principle ideal generated by P of X. طيب هذه قديش هتعطينا؟ نفس الـ principle ideal. يبقى هذه بدها تعطينا الـ principle ideal فقط لأن الـ AX في الـ BX موجودة وين؟ في الـ principle. طيب تعالوا نشوف إيش رأيكم في الموضوع. خلي بالكم هنا منها حاصل ضرب two elements بده يساوي zero element في مين؟ في الفاكتور رينج اللي عندنا. مظبوط؟ يبقى الفاكتور إيش قلنا عليه؟ integral domain. ما دام انتجرال دومين يا هذا بالزيرو يا الثاني بالزيرو، يبقى باجي بقول سينس بما ان الاف اوف اكس موديول البرنسبل ايديل جنريتد باي از ان انتجرال دومين، وي هاف بده يصير عندنا الـ A of X زائد الـ principle ideal generated by P of X
بده يساوي الزيرو إليمنت اللي هو الـ Principal Ideal Generated by P of X، أو الثانية اللي هو الـ P of X زائد الـ Principal Ideal Generated by P of X بده يساوي الـ Principal Ideal Generated by P of X، إما هذه أو هذه. طب إيش تفسيرك لهذا؟ إنه الـ P of X موجودة وين؟ هذا معناته انه الـ A of X موجود في الـ Principal Ideal Generated by P of X or الـ P of X موجود في الـ Principal Ideal Generated by P of X. طب هذا ايش معناه؟ يعني تساوي شغلة في هذا A of X بتساوي P of X في بولونوميال أخرى. يبقى هذا معناته إن الـ A of X بده يساوي الـ P of X في G N of X، and الـ B of X بده يساوي الـ P of X في الـ G 2 of X. الكلام هذا صحيح for sum G 1 of X و G 2 of X اللي موجودة في capital F of X. ايش تفسيرك لهذا الكلام؟ من P of X بتقسم الـ A و X. يبقى هذا معناته انه الـ P of X بتقسم الـ A of X or الـ P of X بتقسم الـ B of X. أظن هو المطلوب؟ هو المطلوب. يبقى لو كانت الـ F is irreducible وبتقسم حاصل ضرب two polynomials، الـ P of X لازم تقسم الـ polynomial الأولى أو تقسم الـ polynomial الثاني. بدنا نعطي إشارة على مثال بسيط. يبقى إكزامبل 1. إكزامبل 1. كونستراكت A field of order 8. إيش يعني؟ انشؤوا لنا فيل الأوردر إله يساوي 8 باستخدام الكرولرز، باستخدام النظرية اللي بدكم إياها، ما عندنا مشكلة. القصة بسيطة جدا، بدي أختار بولونوميال وأختار فيل بحيث تبقى البولونوميال إرديوسبل على هذا الفيلد. يبقى هنا سوليوشن، بدي اجي اقول له ليت الاف اوف اكس بدي اساوي الاكس تكعيب مثلا زائد اكس زائد واحد، هاي بولونوميال. وهنا ليت كمان ليت الفي ليت زد اثنين بي ذا في. بدي اشوف هذه الريديوسبل على زد اثنين ولا لا. يبقى بدي اخذ اف اوف زيرو قديش تساوي؟ واحد. طب والاف اوف واحد؟ واحد. زد تو مضبوط ولا؟ يبقى معناته ايش؟ ما عنديش زيروز لهذه الفانكشن في زد تو. يبقى هذا معناته انه الاف اوف اكس هاز نو زيروز ان زد 2. هذا معناته ايه؟ انها irreducible. هذا معناته ان الاف اوف اكس از irreducible اوفر زد 2. تمام. يبقى الفي الايديل المكون بهذا بيكون ماكسيمال، صح؟ بالنص النظرية. يبقى باجي بقول له باي ذي أباو ثيورم
The principal ideal generated by is maximal. مدام ماكسيمال هذا الآن بده يعطينا إنه زد 2 موديولو هذا الأيديل ماله؟ إز إيه فيل؟ يبقى إز إيه فيل تمام؟ طب الآن إيش شكل هذا الفيل؟ زد 2 موديولو الإكس تكعيب زائد إكس زائد 1 بده يساوي أنا أزعم أنه على الشكل التالي A إكس تربيع زائد B إكس زائد C زائد البرنسبل ايديل جنريتد باي إكس تكعيب زائد إكس زائد 1 بحيث الـ A والـ B والـ C موجودة في زد 2. معقول هيك يكون صحيح؟ صحيح. طب هم الفريق يكون لكم الضرر الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو ما إلى ذلك. بنضم لهذه وضل أقل من الدرجة الثالثة اللي هم مين؟ الدرجة الثانية. أنا أزعم إنه هذا لا يوجد فيه إلا 8 عناصر. Good exercise لك للمرة القادمة بس تجيبي لي شكل العناصر. والله يعطيك العافية. أول ما نيجي المرة الجاية بدنا نناقش شكل العناصر. طيب ليش 8 عناصر؟ كيف؟ ليش؟ مين اللي بتسأل؟ هنا 0 1. أيوة أنا بسأل ليش 8 عناصر؟ ما هي مطلوب منك تجاوبي عليه من هنا. طيب شكل طيب ليش مش 6 ليش مش 2 ليش 8 بالذات؟ طيب هذا مطلوب منك للمرة الجاية تكتبي لي إياه. ليش بقول لك هاتي لي 8؟ يبقى this feel يلا this feel has only 8 elements. طيب كل خانة احتمالها مين هم للمرة القادمة إن شاء الله.